بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة معانا حاجة لطيفة جدا، الفشار، وهنشوف ايه يا ترى ليه الانسان لما بيتناول شيء من الفشار ما بيسألش نفسه هل هو لو كلت كمية كبيرة هل هو ده صحي او لا، او يجب التوقف عنه. كلنا طبعا عارفين ان الفشار ده لذيذ جدا، وأي حد بيحبه، ويمكن الأطفال والكبار كمان بيحبوه جدا، ودايما كنا بنلاقيه مع الناس في السينمات والملاهي وأي نزهة فيها فسحة بتلاقي كل واحد يعني معاه الفشار. فلكن هو محدش يعرف دلوقتي هل هو فعلا صحي ومفيد للإنسان ولا لأ، وهل يمكن إحنا ممكن ناكل منه كمية كبيرة ولا لأ. ده اللي هنعرفه دلوقتي إن شاء الله. تابعوني، يا ريت تتابعوا لآخر الفيديو عشان هتستفادوا فعلا كتير. يعني بالطبع طبعا احنا عارفين ان جميع الناس بتاكل الفشار، وخصوصا طبعا لما يكونوا بيستمتعوا عند التلفزيون او اي شيء من النزهات. الاطفال بيحبوه جدا عشان طعمه لذيذ وبيفتح الشهية. ولكن انت سألت نفسك يوم عن مدى التغييرات اللي بتحدث لك نتيجة تناول الفشار، هل هو صحي أم لأ؟ وهل عليك الإكثار منه أو التوقف عن تناوله في الحال؟ في الحقيقة إن علماء أمريكيين درسوا هذا الموضوع وشافوا مدى التغييرات التي تحدث للإنسان مدى تناول الفشار. أوضحت هذه البحث إن هو قد أوضحت هذه التغييرات اللي بتحدث عند تناول الفشار بكميات كبيرة، إن هو بيعمل على مقاومة الأمراض. يعني هو سبحان الله الفشار بيقاوم جميع الأمراض وبيهزم خلاياها وبيحسن الأداء الجهاز المناعي للجسم، وده مهم جدا إن هو يعني بيحسن خلايا الجهاز المناعي. وبيحتوي أيضا على نسبة عالية جدا من الحديد، وحين تناوله بكميات كبيرة فإن ذلك بيعمل على القضاء على الأنيميا وفقر الدم بجدارة. يعني تخيلوا بقى ان الانيميا بالذات، يعني شوف لو الواحد بياكل فشار كتير جدا فبيعمل على بيعمل على القضاء على الانيميا وفقر الدم بجدارة. واثبت ايضا انه بيحتوي على كميات لا باس بها من الالياف الطبيعية، واللي هي بتعد مفيدة جدا للجهاز الهضمي. وفي حين تناول الفشار بقى بكمية كبيرة فبيعمل كمان على التخلص من مشاكل المعدة واعراضها المزعجة، وخصوصا الإمساك. قد أثبت برضو الدراسات على قدرة الفشار في القضاء الفعال على الإمساك. وأيضا كمان كشفت الأبحاث إن تناوله بكمية كبيرة بيعمل على ضبط معدل السكر، ودي مهم جدا. يعني برضو الناس الكبار بياكلوا الفشار بس هم مش عارفين إيه الفايدة، وسبحان الله هو بيحسن كمان معدل السكر في الدم، وبيعد كمان الفشار هو الاختيار الأمثل. يعني سبحان الله هو الاختيار الأمثل لمرضى السكر، حيث بيعمل على ضبط معدل السكر في الدم طبيعيا. يعني شفتوا قد ايه فوائد الفشار واحنا بناكله، واحنا مش عارفين ايه هي الفوائد بتاعته، وهل هو احنا لو كترنا منه او ما كترناش مش عارفين ايه الفايدة. فانا قلت لكم يعني حاجات فوائد سريعة، يا رب ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله يعني ما فيش، يعني كل واحد ممكن يعني سهل جدا ان هو يعمل فشار في البيت، وهو مناسب جدا وسعره رخيص وما نستغناش عنه. لو حتى كل يوم يبقى فيه متناول الاكل فدوت شيء طبيعي عادي ما فيهوش اي ضرر. يعني شوف بيعمل على مقاومه الامراض وبيحسن اداء الجهاز الهضمي وبيقوي المناعه، وفي نسبه عاليه جدا من الحديد، وهو بيقضي على الانيميا بالذات، يعني فقر الدم بجداره. يعني في نسبه عاليه جدا، يعني بيقضي على الانيميا وفقر الدم بجداره، وبيحتوي على الألياف الطبيعية، وبيخلص من مشاكل المعدة، وبيخلصك من مشاكل الإمساك، وكمان هو الاختيار الأمثل كمان لمرضى السكر. يعني كل هذه الفوائد مش معقولة بعد ما نعرف كل الفوائد دي اللي احنا نستغنى عنه. يعني مفيش بيت مصري أو أي بيت تاني ما بيقدرش يستغنى عن الفشار، وهو محبوب جدا لدى الكبار والصغار، وطريقته سهلة جدا. يعني ممكن انا اقول لكم على الطريقه سهله اهي. الحبوب قدامنا، انت بيبقى في حبوب بتشتريها من العطار او من اي حته او من سوبر ماركت او اي حاجه، وسهل يعني بسيط. وبتضعيه في الحله او في اي اناء، وتضعي عليه
رشة ملح صغيرة جدا وبرده رشة زيت بسيطة، وبتقفلي الغطاء محكم وبتهدي النار، يعني في غضون 5 دقايق بتلاقيه كله عمل فرقعة كده وكله بقى يطلع لك فشار عادي، يعني مفيهوش أي صعوبة خالص. فيا رب بالهنا والشفا، وإن شاء الله تكونوا استفدتم، ومني ليكم ألف تحية مع نجلاء زيت، والسلام عليكم ورحمة الله.